خلينا نروح للحالة اللي بعد كده ونشوف هنا الحالة دي بقى. الحالة دي صعبة. أولا هرجع لللايف تاني، وحالة مهمة جدا. لا لللايف 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 الأول خالص. ستوب ستوب بس. كابتن عادل دايما بنقول حكامنا لما يكون اللعب في الناحية العكسية دي ناحية ميتة، عارف يعني إيه ميتة؟ مزبوط. ميتة. يعني الحكم المساعد مش موجود عندك هنا. قرب. هذه الناحية الميتة دي بيحصل إيه؟ أنا كحكم مساعد لازم أغير. باجي هنا كده. صح. هنا. يبقى مفيش ولا لاعب هنا قافل عليا زاوية الرؤية. صح. أنت معايا؟ فبتحرك أجي فين؟ أجي كده على طول أوتوماتيكلي. هنا عشان أقدر أشوف تفاصيل اللعبة يا كابتن. حتى أبقى كتر اللايز ما أنا أشوفه. عارف ليه أنا بقول الكلام ده؟ لأنك أنت كابتن إبراهيم لو أنت جيت كده كده يعني خليك معايا يا كابتن سمير، لو أنت جيت كده هنا كده وخدت القرار ايا كان مقنع. صح مظبوط. مكانك مقنع، ولكن من المكان ده معلش تسمح لي تسمح لي تسمح لي من المكان ده ابراهيم من هنا ما حدش يقول لي انت شفت حاجه. صعب. صح. عندنا اكتر من لاعب، عندنا واحد اثنين ثلاثه اربعه حاجبين الرؤيه، حاجبين الرؤيه هنا. مظبوط. وما عندكش حكم مساعد، دي حاله لعبه ميته يعني عمره ما هيديها. ميته عمره ما هيديها. تعالى هنا لا. تعالى هنا هيعمل ريسك ان يمسك تحسبش. هو كده يا كابتن ناصر عمره ما هيديها. لا استحاله. هيعمل ريسك ان يمسك تحسبش. من فضلك اعمل عليك يا كابتن، يعني روح في المكان وخد القرار يا كابتن بلال، انما انت ما رحتش في المكان يا كابتن. ده ده دقيقتين يا كابتن اول تايم. تمام. ده موضوع تاني. دي قراءه فتحه الاستوديو اللي فات. ده احنا ما زلنا لا استوديو اللي فات احنا اتكلمنا، احنا ما زلنا بنلعب الشوط 30 دقيقة على حارس المرمى 30 دقيقة اللي عملها اكتر من مرة. مش ممكن. خلي بالك مش مره واحده، وبعدين هي 16 ثانيه يا كابتن مش 13 ثانيه، 16 ثانيه يا حافظ. ده دي ولا حاجه جنب النهارده بالكره. ده حاله استفزاز كمان. بالظبط كده. انا قلت ايه يا كابتن؟ طبق القانون لو انت حكم عملها مره هروح احسب اندايركت على اللاعب، تيجي جول ما تجيش جول مش مشكلتي. صح. وقلنا مالناش علاقه باداء النادي. صح. اداء الفرقه احسب طبقا للقانون. لو اتعملت مره واحده حارس المرمى مش هو بس اللي هيبطل يعمل الكلام ده، كل الحراس المرمى اكيد يا كابتن بلال هتبقى يعني خايفه من القرار ده. ولكن احنا بنترك حراس المرمى واحنا بنساعد على ضيعه الوقت، اللي في الوقت الاتحاد الدولي بياكد على اهميه لعب ال 90 دقيقه لعب فعلي. لعب فعلي. يا ريت ننقل تجربه كاس العالم لكلاتنبرج، وقلنا السعوديه طبقت. السعوديه طبقت الوقت المحتسب الفعلي وليس التقدير يا كابتن. صحيح. هنا بنقول هنا في اللعبه دي كان يجب حتى يا ابراهيم روح ما روحش تفاصيل. وهنا الفار كان يجب النهارده حتى على الاقل هذه حاله تقديريه مفيش ما يمنع انك انت تستدعي فيها الحكم حر رايي. يمكن انا اقدر غير ايمن. صح. يمكن انا اقدر غير ايمن غير بلال. هذه حاله هل في دفع؟ هل في تنافس عادل؟ لان الحكم النهارده كان بعيد عن الحدث، وبالتالي احنا بنطور اداء الحكام يا كابتن. صدقني هذا الكلام اللي احنا بنقوله ده تاكيدا لتطوير الحكام من خلال منصه النادي الاهلي او استوديو النادي الاهلي. نتمنى يا جماعه التوفيق للتحكيم، ونتمنى التوفيق لكل الانديه في الدوري. شكرا جزيلا كابتن ناصر، شرفتنا.